حبايبي جريد 4 هنتعلم النهاردة حاجة اسمها area parameter، وهناخد 3 figures، هناخد rectangle وهناخد square وكمان equilateral. تعالوا نشوف مع بعض، تعالوا كده نشوف. احنا خلاص بنفنش في الفيرست تير 2020. يا مستر ده الريكتانجل، يا مستر انا مش هعمل له درو، لا ده كده بس احطه قدام عيني وابقى عارف ايه اللي انا عايز اعرفه عن الريكتانجل. لا انا هفكرك، مش لسه هعرفك. عنده 4 vertices، عنده 4 sides، عنده 4 angles، والانجلز بتوعه ايكوال والاوبوزيت سايد ايكوال. طب امال انت عايز تعلمني ايه من السنه اللي فاتت؟ الراجل ده في كلمة مميزة لي اللي هي الدايمنشن. كلمة ايه؟ دايمنشن. طب ايه هما الدايمنشن؟ اقول له اتعلمناهم السنة اللي فاتت بس احنا ناسيين، اللي هو اللينث والويتس. طب يا مستر انا مش عارفهم. ادي الراجل ده هنقول عليه لينث فهناخد اللتر ال، والراجل ده هنقول عليه الويتس فهناخد اللتر دبليو. طب مش الاثنين دول اوبوزيت ايكوال؟ اه يبقى كمان ال. والاثنين دول ايكوال يبقى الراجل ده ايه؟ دبليو. ايه اللي انت عايزه؟ هنقسم حتتين. الراجل ده لما هيكلمك عن الريكتانجل ممكن يسالك يقول لك انا عاوز البارامتر، او يقول انا عايز الاريا. ادي ده الجديد عليا. البارامتر كنا بناخده السنه اللي فاتت. اه لو انت جيت قلت لي ده 5 مش الاوبوزيت ليه يبقى 5؟ اه لو ده 3 يبقى ده كمان 3. كنا بنعمل ايه؟ نقول ده بلس ده بلس ده بلس ده. اي بارامتر لاي بوليجون اقول له بعمل الصم للسايدس، يعني بعمل بلس لللينث بتوعه. طب انا دلوقتي ما ممكن اقول الكلام دوت مع الريكتانجل؟ قال لي ايوه، بس تعالى ناخد له رول جميله. ايه هي؟ البارامتر انا هاخد ده وده، مش ده ال وده ال، يبقى 2 ال. هناخد ال 2 بره، هناخد ال 2 بره، ويبقى عندي 2L وعندي 2 ويتس. 2L واحنا بنعمل ايه؟ يبقى انا اقدر اقول له هاخد اللينث اعمله بلس، وعشان هما الاثنين معاهم 2 واعمل تايمز كمان مره يا مستر. انا معايا 2L ومعايا 2W. طب انا عايز اعمل رول جميله، فقال لي هناخد اللينث واعمل لها وبعدين تايمز. مش فاهم يا مستر، الراجل اللينث ده بكام؟ 5. والويتس بتاعه بكام؟ 3. هنعمل لهم بلس يدوني كام؟ 8. وبعد ما اعمل بلس اعمل ايه؟ تايمز 2. ويبقى سنتيمتر. يبقى البارامتر بتاع الريكتانجل رول جميله، اللينث بلس الويتس كلهم تايمز 2. طب امال الاريا؟ قال لي هاخد اللينث هعمله تايمز، يبقى في الاريا هنعمل، لكن في البارامتر هنعمل. خليك فاكر يعني هنا الراجل ده ب 5 والراجل ده بكام؟ ايكوال كام؟ 15. وعشان ده اريا هيبقى اليونت بتاعته سنتيمتر سكوير، يبقى دي سكوير، بس ده مش سكوير، ده اليونت زي الكيلو جرام والباوند والاور والمينت والحاجات دي كلها. طب يا مستر واحنا هنا عايزين نعمل حاجة جديدة اسمها ماجيك تريانجل، ممكن الراجل ده ما يطلبش الاريا، ممكن يطلب اللينث. فتعالى ناخد الرول دي نعملها بالرول دي، ونحاول لما نروح نتدرب عليها. نعمل ستوب ونقول كده مستر أسامة كان بيقول الاريا ايكوال اللينث تايمز الويتس، دي الرول بتاعتي. طب انا لو طلبت منك اللينث تروح بعد ما ترسم ده تعمل هايد اداري ده، تقول له لو عاوز اللينث اعمل اريا اوفر ويتس. بص كده، لو عاوز لينث هعمل هايد. مين اللي اتبقى؟ اريا اوفر ويتس. طب لو عاوز الويتس اداري الويتس. ايه اللي اتبقى؟ اوفر اللينث. يبقى دول انا مش هحفظهم. انا في الكراسه بتاعتي اقول لنفسي لو طلب اللينث استنى اعمل ماجيك تريانجل، ادي الاريا تحت منها اللينث تايمز ويتس. عاوز اللينث اللي اتبقى اريا اوفر، عايز الويتس اريا اوفر. يبقى دول رول نتعود نحفظهم. نحفظهم ازاي؟ لما هعمل ريبيتد واحط ده قدام عيني. يبقى الريكتانجل هعرف عنه بارامتر
هعرف عنه اريا. الاريا لينث تايمز ويدث. طب افرض انا مش عايز الاريا، عايز اللينث. لازم اعمل ماجيك تريانجل واحط الاريا اب، بقى عندي لينث ويدث. عاوز اللينث اداريه وقول نفس ايه اللي اتبقى، فهتلاقي نفسك بتعرف اريا اوفر. طب يا مستر الاريا لو كانت 15 والويدث كان 3، يبقى اللينث هاخد ال 15 اعمل لها ديفايد 3. ده اللي لازم تعمله لما اكلمك عن الريكتانجل. هنعمل ستوب واديني هسيب لك البورد قدامك عشان تنقل وانت تبقى تطبق. حبايبي تعالوا نتكلم عن السكوير وبسرعه. اللي انا فاكره عن السكوير ان السايدز بتوعه كلهم ايه؟ ايكوال. طالما السايدز ايكوال لو ده 5 يبقى ده كام؟ 5 5 5. ستوب. لو انا بقى طلبت منك البرامتر، افتكر تاني حبيبي لما تتزنق وتنسى اي برامتر لاي بوليجون هعمل بلس للسايدز. طب انا عايز اميز السكوير، عايز اميزه، تقول لي مش دول ايكوال؟ هو عنده كام سايد؟ 4. يبقى انا لو خدت السايد هعمله تايمز 4. شكرا. مش دي هي ان انا بعمل بلس؟ تعال بقى لو انا عاوز الاريا، بص معايا، لو انا عاوز الاريا مش اللينث والويتس قد بعض؟ واحنا كنا بنقول في الريكتانجل الاريا لينث تايمز ويتس. طب لما يبقوا دول زي بعض يبقى انا هقول له سايد تايم سايد. ادي يا بابا الرول اللي انا عايزها. بكلمك عن سكوير، البارامتر سايد تايمز 4. لو انا عرفت ده 5 يبقى 5 تايمز 4. لو الراجل ده 6 تايمز 4. انت بتجيب ايه يا مستر؟ لكن لو عاوز الاريا السايد تايمز سايد. لو السايد بتاعي ب 6 6 تايمز 6. بالراحه عشان نسمع بعض. لو السايد بتاعه 5 5 تايمز 5. انت بتجيب ايه يا مستر؟ اريا. طب استنى بقى، لو الراجل ده اروبا واداني الاريا، اسمع بقى دي وتعالى نلعبها سوا. لو اداني ايه؟ اريا. وعاوز السايد، السايد هو اللي مش عندي. هنلعب شوية حاجات. لو الاريا 4 يبقى السايد بكام؟ هتقول لنفسك مش السايدز ايكوال؟ يبقى انا عايز تو نمبرز اعمل لهم تايمز يدوني 4 ويكونوا سيميلر. 2 تايمز 2 ناخد احنا 1 يبقى هو ده السايد. نلعب. لو الاريا 9 3 يبقى السايد بكام؟ 3. هي 3 و3 ناخد احنا 9 واحدة بس يبقى ناخد مين؟ 3. طب لو كان 16 الاريا 4 و4 يبقى السايد بكام؟ 4. ادي ده اللعب. طب لو الاريا 25 يبقى السايد ب 5. لسه شويه؟ لسه شويه. اسمع بس معايا، لو انا قلت لك الاريا 36 يبقى السايد بكام؟ 6 و6 6 و6. ناخد احنا يبقى السايد 6. عايز حد يقول لي جمله جميله، ركزوا بس. طب 49 7 و7 هناخد 7 واحد يبقى السايد ب 7. طب لو الاريا 64 8 تايمز 8 ناخد واحدة يبقى السايد 8. عايزك تعمل ستوب وتوقف وانت تقول. يبقى لو اداني الاريا والميسنج بتاعي السايد اعمل ستوب واخد النمبر اللي بيديهوني واقول لنفسي عايز تو نمبرز يكونوا سيميلر زي بعض عشان انا هاخد منهم 1. يبقى ادي يا مستر البارامتر وادي الاريا. ومش كده وبس، ده انا لو انا معايا الاريا وعايز السايد ابتدي العب بالشكل دوت. هناخد كمان فيجر جديد بس هسيبك كده تبص قبل ما اجهزه لك. حبايبي هناخد اخر حاجه لو كلمتك على ايكوالاترال تريانجل. ايه اللي انت فاكره عن الايكوالاترال تريانجل؟ 3 سايدز 3 vertices 3 angles. ده مش كده وبس، السايدز بتوعه ايه؟ ايكوال. وطالما السايدز ايكوال يبقى الانجل ايكوال. ومش كده وبس، وايتش انجل 60 ديجري. اوعى تنسى المعلومه دي، هتكبر تكمل معاك. احنا عايزين نتكلم على ايه؟ بتاع مين؟ واحنا قلنا البارامتر بنعمل ايه؟ بلس للسايدز. طب مش دول ايكوال؟ طب ما زي ما عملت في السكوير، هو عنده كام سايد؟ 3. يبقى اخد السايد واعمله تايمز 3. شكرا يا مستر. تايمز 3 الله عليك. يبقى 15. يبقى انا لو انا قلت لك ده 5
يبقى ده 5 و 5. ممكن نستعمل بلس؟ اه صح. طب انا عايز اعمل رول اخد الساي واعمله تايم 3. طب اسمع بقى، طب لو اداني ال 15. برافو عليك، الواد ده جميل. قال لي طب انا لو عاوز الساي ومدي لك البارامتر، يعني لو البارامتر 15 يبقى الساي بكام؟ 3. استنى يا مستر، تقول لي اخد البارامتر واعمله ديفايد 3. يبقى لو انا مديك البارامتر وعاوز الساي في الاكواليترال تريانجل اعمل ديفايد 3. طب استنى بقى، طب لو كان السايد بتاع السكوير يبقى هاخد البارامتر واعمل ديفايد 4. اوعى تنسى. ستوب،